وبميلا تواصل وحدات الحماية المدنية للولاية مدعمة بوحدات من ولايات أخرى عملية البحث عن جثة المرأة المفقودة التي جرفتها مياه الأمطار ببلدية وادي العثمانية رفقة صاحب سيارة هذا الأخير الذي تم انتشاله مساء أمس. وحسب المعلومات المستقاة فإن سبب عدم قدرة أعوان الحماية المدنية مواصلة مهمتهم ليلة أمس راجع لارتفاع منسوب المياه وانعدام الرؤية وسرعة جريان الوادي. المزيد في ميكروفون محمد الصادق مقراني. أخويا راهي صارت عندنا كارثة، كارثة مش مليحة خلاص. الوقت اللي لحقت أنا لقيت الطوموبيل راهي مقارية وهو لك في عرضها والواد بدا يحمل، بديت نهضر معاه هبطوا من الطوموبيل هبطوا من الطوموبيل ما بقاش يهبط، كاع عاود قدمت ليه شويه باش يهبط ما حبست بيه الطوموبيل، عاود دزها الماء بدا يدز فيها يدز فيها لحقت للطريق البوردور كسرت البوردور ودارت في الواد. اثناء تساقط هذه الامطار جرفت سيول سياره، والسياره هذه كان على متنها رجل سائق ومراه معه. بالنسبة للسائق تم العثور عليه في سيارته لأنه كان مثبت بحزام الأمن، أما بالنسبة للمرأة فتمت يعني جرفها من طرف السيول اللي كانت يعني في الواد، كان نسبة المياه عالية جدا مبارحة. كما تم دعمنا من طرف ثلاث ولايات، كل من ولاية قسنطينة ولاية سطيف ولاية جيجل. نتمنى إن شاء الله باش في خلال هذه الأمسية إن شاء الله يتم العثور عليها إن شاء الله.